السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. الطاقه بتاعتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ما تنساش تقول الدعاء اللي قاله نوح عليه السلام لربنا، قوله في الكومنتات بنيه قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يقضي لك حاجتك. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. عندك حبة مجهود اليومين دول، انت بتبذل مجهود عظيم، او في حياة جديدة ناوي تبدأها اليومين دول، حرفيا بتشتغل بتعافر، عايز تطلع من الطريق اللي انت حاليا متعلق فيه، او حاسس ان انت بالخنقة والضيق بسبب القرار اللي انت حاليا ماسك فيه. عندك كمان هنا خطوط مع الشريك، مشاكل بينك وما بين الشريك، انتوا الاثنين مش متفاهمين اليومين دول، او انتوا الاثنين اليومين دول في بعض ضغوط عندك. بس عندك فرحة حلوة جدا، عندك ابتسامة حلوة على وشك. ومش كده وبس، كمان ده هتسمع اخبار حلوة باذن الله هتفرحك وهتوصلك للطريق الامان اللي انت محتاج توصل له. بسم الله ما شاء الله عليك، عندك اجتهاد زي ما قلت لك، وهتبذل اقصى مجهود لان انت توصل للهدف. انت رافع ايدك لربنا ودايما بتشكر ربنا على اي حاجه. عندك تاك الملوك ممكن تلبسه بسبب المشروع اللي انت داخل فيه حاليا، او بسبب الامور اللي انت عمال ترتب فيها في بالك اليومين دول. الفترة اللي جاية هتسمع خبرين هيفرحوك، الخبرين دول هيكونوا متعلقين بكذا حاجة في حياتك، وخلي بالك الحاجة اللي جواك تعباك انت ناوي تخرجها منك او ناوي تطردها برا. الله اعلم ايه هي الحاجة اللي تعباك حاليا او مضايقاك او خنقاك، بس انت عندك مشكلة فبتحاول تطلع منها. هنا عندك تجمع في العاطفة، عندك حد هيبقى بينك وما بينه كلام تخص العاطفة، او هيبقى في لقاء عاطفي بينك وما بين الشريك، الله اعلم. بس عندك امور تخص الشريك، انت عندك لهفة واشتياق. اللهفة والاشتياق دي ممكن تكون لحد غايب عنك، لحد بعيد عنك، لحد انت مشتاق له. بس عايز اقولك على حاجة، الحد اللي انت مشتاق له وبتفكر فيه حاليا انت مهووس بيه، او هو مهووس بيك، في حد فيكم بيحب التاني زيادة عن اللزوم، بيحب التاني لدرجة ان هو مش هيقدر في يوم من الايام يستغنى عنه او يبعد عنه. فاللقاء العاطفي ده هيكون فيه تجمع. عندك حرف الاي وحرف الاتش، دول موجودين في حياتك وبينك وما بينهم كلام او علاقات او مواضيع. عندك كمان نصرة، والنصرة دي هتكون متعلقة بحد من الأبراج النارية هيساعدك توصل لهدفك، أو هيساعدك إن أنت توصل لبر الأمان الفترة اللي جاية. وفي نفس الوقت هنا خلي بالك إن أنت عندك فرصة، فرصة سفر، فرصة تقرب من ناس أحبة بعيد عنك. في حبة أيام مفرحة، حبة أيام في تقدم، الله أعلم. بس عندك حبة الأخبار، حبة الكلام، حبة أخبار، بسم الله ما شاء الله عليك. يعني أنت هتكون عندك أيام منزهر بأفعالك، هتاخد حبة راحة، ومن بعد الراحة دي هتشتغل على نفسك وهتوصل وهتكمل. ومش كده وبس، خلي بالك أنت بيكون عندك تحذير، يعني أنت مناماتك كلها بتكون ليك تحذير، بتقول يا رب أنا يعني أنت ممكن ما يكونش عندك صحاب ولا أصدقاء ولا أهل ولا أحبة مثلا، فبتيجي تقول لنفسك أو تيجي قبل ما تنام فتشتكي همك لربنا، ومن بعد ما هتشتكي همك لربنا بتحلم منام فتفسره على نفسك تلقائي، فتحس إن ده تحذير إن أنت ما تعملش الحاجة دي. أنت دايما صلتك بربنا كويسة جدا وبتحافظ عليها بقدر المستطاع، واليومين دول حرفيا أنت ما بتخليش حد يتدخل في حياتك أو يعرف عنك حاجة، بدأت تتغير للأحسن. حياتك زي الشمع هتكون منورة الفترة اللي جاية، هتكون هتتقبل الفترة اللي جاية حياتك بشكل مختلف، علشان خاطر انت منتظر وهتوصل وهتنجح بإذن الله. بس في تفكير بينك وما بين حد، او في كلام بينك وما بين حد مختلف الجنسية، مختلف البلد، مختلف حاجة معينة، في حد عندكم مريض، مرض يعني مريض، في حرارة في جسمه، ممكن يكون كورونا، ممكن يكون عنده حاجة بيشتكي منها معينة في جسمه، حرارته زايدة،
يعني وقت، يعني اقدر اقول لك ان انت وقت ما اتوجعت او موجوع ما لقيتش حد جنبك ولقيتهم كلهم بينسحبوا واحد ورا التاني، وعرفت عدوك من حبيبك في وقت تعبك. عندك ماضي مؤلم، عندك الماضي هو اللي مخليك واقف ومخلي عندك عراقيل وخيبة أمل. الماضي مؤلم بتاعك، عشت فترة من الماضي كانت مؤلمة وهي اللي مخلياك مخنوق ومتضايق، وعشان كده قررت تعمل حاجات كتيرة جدا، وقررت تبعد، قررت تطلع، قررت تغير. بس عندك خنقة في البيت، في طفلة عندك هنا، الطفلة دي انتوا بتحبوها قوي، يعني بتحبوها جدا، وفي نفس الوقت كان عندكم علاقة مع حد بخيل عليكم في مشاعره، في حبه، في ماديات، الله أعلم، كان فعلا بخيل جدا عليكم، وعشان كده اشتكيته وبعدته. وفي شخص هنا انت بتقول مستحيل ابدا استغنى عنه، حتى لو الدنيا كلها جات عليا، او حتى لو الدنيا كلها وقفت في وشي. الشخص ده انت عمال يعني واقف جنبه وبتساعده في كل حاجه، بس اقول لك دايما ما تجيش على نفسك علشان خاطر حد، ودايما تخلي بالك من الاطراف الثالثه اللي بتتدخل في حياتك. انت ناوي على سفر، وان شاء الله باذن الله ربنا هيفتح لك باب السفر اللي انت مستنيه. ممكن يكون عندك حمل، عندك اخبار تخص حمل، حصل عندك اجهاض قبل كده، او حصل عندك مشاكل في تاخير الحمل، فقريب جدا باذن الله هتلاقي هتسمع احسن خبر في حياتك. وما تسمعش كلام حد، وما ترميش ودنك لحد، وتخلي بالك من الابراج الترابيه، علشان الابراج الترابيه دي عامله لك مشاكل وفي حياتك. والشخص اللي انت بتقول مستحيل استغنى عنه، ان شاء الله باذن الله ربنا هيجمعكم، او ربنا هيكرمكم في احسن حال الفتره اللي جايه، علشان انت فعلا مهموم، وتعرضت لسرقه، وتعرضت لخيانه من حد من الابراج الهوائيه، من حد من الابراج الترابيه، يعني تعرضت لسرقه، تعرضت لخيانه، وقلبك اتكسر، وقررت ان انت ما عادش تدي حد امان، وما بمعنى اصح ما بقتش تصدق اي حد. على قد ما تقدر اطلع من الدوامة ومن الحيرة، ونشوف مع بعض ايه التوقعات وايه التبشرات، وان شاء الله بإذن الله يكون خير وتقدم لحياتك. في حب متبادل بينك وما بين حد، وفي هنا قاعدة انتوا قاعدين ومنتظرين خبر يوصل لكم بأي طريقة. في خبر هنا انت مستنيه يجي لك، مستني حد يكلمك عنه، مقدم على شغله ومستني، مستني خبر يخص محكمة، منتظر خبر فلوس، الله اعلم. بس انت هنا عندك انتظار، طاقة كبيرة من الانتظار. في ناس هنا انت يعني مديها فلوس، مسلفها فلوس، او ليك حق لسه ما خدتوش، الله اعلم. بس هنا في كلام يخص حقك، وفي حد مشتاق لك اليومين دول حرفيا وبيفكر فيك. الحد ده مقرب ليك قوي، او بينك وما بينه علاقة تخص حب بينكم. في انتظار هنا، حد قاعد ومرصود وعمال يفكر فيك ومستني لقائك بفارج الصبر، علشان هو بعيد عنك فعايز يشوفك بكل الطرق، وبيفكر ومشتاق. انت هنا بتدعي ربنا ورافع ايدك لفوق وبتقول يا رب انا مش محتاج حاجة من حد غير ان انت تكون جنبي وسندي. عندك يوم من البهجة والسند، هتلاقي ابتسامة وهتلاقي فرحة باذن الله. حبة الالم اللي في معدتك دي، حبة الالم انت اكتر حاجة بتشتكي منها وجع ظهرك، ودايما المعدة، المعدة ووجع ظهرك دول اساسي بتشتكي منهم، ده من كتر الحسد. واليومين دول انتوا بتيجوا على نفسكم. في اطفال، او في يعني طرف ثالث، او في حد بيفرق بينكم وما بين الشريك. عندك ست كبيره في السن، ممكن تكون بتشتكي من سنانها، بتشتكي من وجع في رجليها. الست دي ملامحها كده حلوه وصغيره، وشكلها وبشرتها بيضه وقصيره، وجسمها مش تخينه قوي، جسمها عادي. الست دي معدية 50 سنة، مواصفات الست دي موجودة أساسي في حياتك، لإما الحما، لإما حد من الجيران، لإما حد أنت تعرفه بينك وما بينه صلة. الست دي موجودة ومقربة ليكم، فياريت تخلوا بالكم منها وما تخليهاش أبدا تتدخل في حياتكم. دي مواصفات الست اللي هي ظهرالكم
او موجوده في حياتكم عماله تنق عليكم. دايما اقول لكم ان انتوا تخلوا بالكم من فتاه عندكم ممكن تكون لسه ما اتجوزتش، او سن الجواز فاتها، او متجوزه يعني هي كده كبيره في السن، معديه ال 30 سنه، ما بين ال 30 وال 40 يعني، هي معديه ال 30، بشرتها مش غامقه، قمحويه او سمره، برضو دي موجوده في حياتكم ومش حبالكم الخير. ممكن تكون اخت الشريك برضو من عيلة الشريك، دايما بتحاول تفعل اقصى مجهود في حياتها ان هي تدخل بينك وما بينكم وما بين الشريك طرف تالت علشان تفرقكم. هي مش حابة تجمعكم، ولا حابة ان انتوا تكونوا في بيت واحد، ولا حابة ان انتوا تكونوا كويسين، واكتر المشاكل كانت بتجيلكم منها، او بتعمل المشاكل وما بتبينش ان هي اللي عاملة المشاكل. فياريت تخلوا بالكم وما تأمنوش لحد ابدا. هنا في قهر في قلبك وفي ظلم. انت قربت توصل لبر الامان، او قربت توصل للحلم الجديد، قربت توصل لطريق جديد، الله اعلم. عندك هنا رقم 8، رقم 8 ممكن يكون رقم بعد 8 ايام، ممكن يكون بعد 8 ساعات، 8 اسابيع، الله اعلم. بس هتاخد حقك او هتوصل لبر جديد في حياتك. انت ضحيت كتير، عملت حاجات كتير من اجل اشخاص ما يستاهلوش اللي انت عملته عشانهم، فحان وقت ان انت تستيقظ وتبص لنفسك شوية. عندك خير قادم، الخير القادم ده هيخليك تقف على أرض صلبة، بس بينك وما بين الشريك مشاكل، بينك وما بين الشريك توتر، وفي طرف ثالث بيتدخل، والله أعلم إذا كان المواضيع هترجع تترتب زي ما كانت، ولا الطرف الثالث ده هو متعمد إن هو يضايقكم ويخنقكم. عندك هنا حد مخنوق، او حد في ضيق، او حد مسجون. عندك حد في ضيقه او في خنقه او مسجون، او حد مريض. الحد ده ربنا باذن الله في اقرب وقت هيفك بكربه، علشان هو فعلا مخنوق ومتضايق ومقفول عليه ببان. فلو انت عندكم شغل يخص محكمة، عندكم شغل يخص اموركم التجديدية، الفترة الجاية هتتجدد باذن الله، بس دايما خلوا اعصابكم هادية. عندك هنا واحدة ست عمالة تنق عليك، الست دي هي اللي مخلية كتلة المشاكل عندك دي، هي دي نفس الست اللي مخلية عندك نفس كتلة المشاكل اللي انت حاليا بتعاني منها وبتمر بيها. فياريت تخلي بالك من التراجع ومن التوتر. في سر جواك، او في سر انت عايز تكشفه، الله اعلم. انت هنا في سر، في كلام يخص سر بيتقال عليك، او انت في مستني تكتشف السر ده. الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك، ما تزعلش مني، الحسد واخد جزء، بس انت عندك امر هتحققه وعندك نجاح، وهتلبس تاج حلو جدا هيخليك تحس قد ايه ربنا كريم عليك. في نفس الوقت عندك امضى خطوبة، كتب كتاب زواج، شهادة لحد في كتب، عندك امضى فرحة. الامضة اللي عندك دي امضة فرحة، ما تقلقش خالص، مش امضة بس، هي امضة فرحة وهتفرحك بإذن الله، علشان انت اليومين دول بتبذل اقصى مجهود زي ما قلت لك علشان توصل لهدفك، بتعمل اقصى مجهود علشان تحقق الهدف بتاعك، علشان توصل لبر الامان. في عزومة، في عزومة حلوة، في مكالمة، والمكالمة دي هيكون وراها عزومة. انت نجمك في السماء عالي، ومعنى ان نجمك عالي في السماء ان انت باذن الله في اقرب وقت هتخرج من الملل اللي انت فيه. في مفتاح، في مفتاح عندك، لاما مفتاح شقه جديده، مفتاح تغيير عتبه، مفتاح باب جديد هيتفتح في حياتك. عندك مفتاح، والمفتاح ده باذن الله هيفرحك في اقرب وقت. انت هنا باقصى مجهود منتظر اي حاجة تحصل لحياتك تفرحك، منتظر اي حاجة تطلعك من اي مشكلة عندك، منتظر تكتشف، تبذل، تعمل اي حاجة، المهم ان انت فعلا تطلع من اللي انت فيه. عندك هنا خسارة خسرتها في غش، حد غشك، حد صدمك، حد ما توقعتش ان هو في يوم من الايام يطلع منه كده، الله اعلم. فالحاجة اللي انت خسرتها دي بإذن الله ربنا هيعوضك خير الأيام اللي جاية. خلي بالك انت عندك شخص ناوي يرجع لك الفترة دي، وعندك حد دايما بيحكم بالعدالة،
عندك دايما حد بيحكم دايما بيحب العدالة، ما بيحبش يكون حاكم غشاش، يكون حاكم كذاب، دايما كده بتلاقيه حاكم بيحكم بعدالة، لو ما بيحكمش بعدالة ما بيتكلمش. وعندك راجل كبير في السن، الراجل الكبير في السن ده هو انت بتحبه بس بيتدخل في حاجات ما تخصوش، فدي حاجة بتضايقك. في واحدة ست، الست دي قصيرة وبيضة، ممكن يكون بقها كبير او مناخيرها كبيرة، شعرها ناعم، قصيرة وتخينة، شعرها ناعم وبشرتها بيضة بس عندها بقها كبير او مناخيرها كبيرة وعيونها واسعة. مواصفات الست دي في حياتك، مواصفات الست دي في حياتك. الست دي هي كويسة بس بتنقل الكلام، هي كويسة تأكد من اللي انا بقوله لك بس بتنقل الكلام، يعني معاكم انتوا بكلام ومع غيرها بكلام، ودايما كده بتحب تعمل مشاكل وبتحب ترسم نفسها. قولولي لو عندكم مواصفات الست دي. هنا في شخص هيهتم جدا الفترة اللي جاية بأمورك، وهيساعدك في حاجات تحلها بينك وما بينه، او هيساعدك ان انت تتخلص من الخلافات، او بمعنى اصح هيخليك تطلع من اي ضغط نفسي بينك وما بين حد داخل فيه بسببه. انت عندك طاقات حلوة بإذن الله هتعوم على حياتك، علشان في اموال زي ما قلت لك، الاموال دي هتلاقيها جاية لك من عند ربنا. ليه؟ علشان طال انتظارك. ليه؟ علشان تعبت كتير الفترة دي، فدي من اكتر الفترات اللي انت هنا هيكون عندك انتظار في حاجة معينة في بالك، عمال ترسم وتخطط عليها، عمال يعني انت شغال على نفسك بطريقة كبيرة في الحتة دي علشان خاطر توصل لبر الامان اللي انت حاليا شغال عليه، وبقدر المستطاع عايز تعمل اقصى مجهود علشان خاطر انت فعلا تستاهل اللي انت فيه حاليا، تستاهل التغيرات، تستاهل التبشرات اللي انت شغال عليها. فما تقلقش خالص، علشان انت عندك طاقة ايجابية هتخرجك من الطاقات السلبية، وفي نفس الوقت هتوصل للانتصار العظيم اللي هيكون في حياتك حلو من وراء لقاء وعزومة من وراء الاتصال بإذن الله. في ضغوط عليك، انت محتار في امرين، محتار في قرارين، محتار في حاجتين بتفكر فيها اليومين دول حرفيا. ففي حاجات انت بتفكر فيها، رغم ان انت بتفكر في حاجات برضو بتحب نفسك، بتحب ان انت تدي نفسك راحة شوية، بتحب ان انت تدي نفسك حبة طاقة كده. فعشان كده احب اقولك ان انت هنا عندك فرصة جديدة لبداية جديدة بإذن الله، وهيبقى في انسجام، هيبقى في تبشرات، هيبقى في اخبار الله اعلم، بس هيبقى في استجام لنفسك كده. انت لو عندك مشكلة في جسمك او مشكلة في شكلك، بتحاول اليومين دول تشتغل عليها وتصلحها بالراحة وبالطريقة برضو، فالخير القادم بإذن الله يخليك توصل لبر الامان. انت اليومين دول حرفيا ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا في نفسك، في جسمك، في شكلك. ناوي اليومين دول ممكن تكون ناوي تنزل تشتري هدوم، ناويين تعملوا حاجة جديدة في حياتكم الله اعلم. رغم ان انتوا هنا مريتوا بضيق وبخنقة وبوقت صعب وبمشكلة عدم يعني ما لقيتش فيها تيسير، بس على قد ما ضاقت بيك وعلى قد ما انت خلاص وممكن كنت في يوم من الايام تستسلم، رجعت اقوى من الاول وقلت انا مستحيل استسلم ابدا في حياتي. مهما بتحس بان انت خلاص مش عايز تعمل اي حاجة، لا بتقوم وبتعافر وبتجاهد وبتقول انا لازم اوصل لبر الامان، ده اجمل ما فيك. وعلشان كده دايما مميز، دايما عارف تعمل ايه في حياتك. بينك وما بين شخص علاقة، ممكن يكون من الابراج المائية، في او بينك وما بين حد علاقة، في تردد، في اختلاف بينكم وما بين بعض. يعني في كده بتتفرقوا، بيبقى في انفصال شويه وترجعوا تاني، بيبقى في بلوكات وترجعوا تفكوها تاني. في علاقه بينكم ما بين حد يعني شويه تبقى كويسه وشويه لا، انتوا في شويه توتر في حياتكم مخليكم مش عارفين تاخد القرار. وفي مسؤوليات هنا زايده عليكم الفتره دي، بس على قد ما المسؤوليات بتزيد على قد ما انتوا بتكوا اكتر اكتر واكتر. في حد بيدعي لكم ان ربنا يجمعكم مع الحد المناسب اللي يستاهلكم،
الدعوة دي قريب جدا، هتلاقوا فعلا الشخص المناسب اللي هيعوضكم عن كل اللي انتوا فيه ده. في انفصال بينك وما بين حد اليومين دول، بين انت خدت قرار الانفصال او قعدتوا مع بعض حصل لقاء عاطفي او حصل امور تخص العاطفة، انت قلت اللي عندك الشريك قال اللي عنده، فخلاص قررتوا ان انتوا تاخدوا قرار الانفصال علشان مش حاسين بالراحة مع بعض او حاسين انه في مشاكل. فياريت تخلوا بالكم، خلوا بالكم. يعني عايزة اقول لكم ان في اخت، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، في اخت هنا بتعمل سحر للشريك. السحر ده هو اللي موقف مخلي المشاكل زايدة عليكم اليومين دول حرفيا، مخلي الضغط النفسي هو اللي موردكم في التوتر والحيرة اللي انتوا حاليا بتعانوا منها، وعشان كده الوجع زي ما قلت لكم اللي في جسمكم ده عمال يروح ويجي بسبب ان انت منتظر اي حاجة تخص حياتك الفترة اللي جاية. ممكن يكون عندكم رجوع، خلوا بالكم الفترة اللي جاية، او الانفصال او الطلاق او الفراق حصل بسبب سحر. ما تظلموش حد، يعني قرار الانفصال اللي انتوا عمالين تفكروا فيه وحاسين ان هو ده القرار الصح، القرار ده او المواضيع دي كلها بسبب المشاكل اللي انتوا فيها سبب سحر، والسحر دي جاي من طرف الشريك، من طرف الشريك علشان هو اللي عمل لكم مشاكل وعمل لكم التوتر والحيرة اللي انتوا عمالين تمروا فيها. انتوا حرفيا اليومين دول احساسكم عالي، روحانياتكم عالية، بتكتشفوا امور، بتحاولوا تطلعوا نفسكم، بتحاولوا تشوفوا عايزين ايه. انت اتظلمت بالسحر ووقف حالك فعلا وما لقيتش غير العراقيل، بس بإرادة ربنا في الوقت المناسب هتلبس تاج الملوك وهتوصل لبر الامان والهدف اللي انت مستنيه بفضل ربنا. ما تقلقش خالص، كل حاجة بوقتها، كل حاجة ليها وقت، مفيش حاجة بتدوم ابدا. ولو كان عندك علاقة مع الابراج الترابية اهدى كده، علشان لو انت مصدوم من الابراج الترابية فاقرب وقت هتاخد حقك تالت ومتلت. في حاجات اتسرقت من بيوتكم، اذا كان ذهب او اذا كان فلوس الله اعلم، بس في حاجات اتسرقت فعلا منكم وانتوا زعلتوا عليها جدا جدا. والحاجات اللي اتسرقت دي خلاص قررت ان انت تشتغل وتعوض كل حاجة راحت منك في الخير، بدأت تعافر، بدأت تعمل تبصل مجهود عظيم في حياتك. فما تقلقش خالص، علشان انت فعلا الفترة اللي جاية هيكون في تقدم، وتقدم حلو قوي قوي. بس دايما اقول لك ان انت من فترة للتانية بيجي لك انقباض في القلب من غير سبب، دوخة، صداع مستمر، حيرة، بتجي لك بتحس بكركبة رهيبة من غير اي سبب، فجأة كده بتحس انه في حاجة غلط، وعيونك دايما بتلمع. ورغم ده كله انت وصلت لمرحلة جديدة في حياتك هتعوضك عن اللي انت فيه او بتمر بيه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الغيوم اللي على وشك هتنزاح، والغطا اللي على وشك هيتشال. ليه؟ علشان هنا في حد عمال يأثر عليك بكلامه السيء، في حد عمال يديك طاقة سلبية، فانت هتطلعه من حياتك وهتقف على حاجات جديدة بإذن الله، وهتاخد طاقة عامة لحياتك، وهتوصل لمرحلة جديدة هتوصلك لحياة حلوة أحسن من اللي انت بتمر بيها حاليا. خط أو طرف أو طريق انت ناوي تخطيه وناوي تعمل حاجات كتيرة جدا حرفيا الفترة دي، علشان عشت فترة من اليأس، عشت فترة من الألم، وبتستغفر ربنا بقدر المستطاع. خلي بالك انت حرفيا هنا ناوي تعمل صلاة استخارة، ناوي تعمل عملية، ناوي على حاجة جديدة، والحاجة الجديدة اللي ناوي عليها دي هتكون في صالحك، ومن وراها هيكون في خطوات إيجابية أو خطوات جديدة إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت هتخطيها، وهتطلع نفسك من أي مشكلة أو من أي موضوع أو من أي حاجة عاملة لك قلق.
الفترة اللي جاية برضو هتطلع نفسك من حاجات كتيرة جدا، وهتقف على أرض صلبة، ومش أرض صلبة بس، ده ممكن كمان تقف على أرض ثابتة في حياتك بإذن الله. أتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، بس دايما خلي عندك هدوء النفس، وحاول على قد ما تقدر تطلع من كل الضغوط اللي حواليك، وتبعد عن أي مشكلة وتنفر ناس من حياتك مسببة لك قلق، ومش مخلياك مش عارف توازن أمورك، توازن علاقاتك، توازن أي حاجة في حياتك. فياريت تهدي أعصابك وتهدي نفسك الفترة اللي جاية.